هاي بنات صلي مبدا اقول لكم ان الباك تشارمز وايد ترند. الباك تشارمز الحين مكسر الدنيا في ستريت ستايل وفي الفاشن شوز. هالستايل بنات يعتمد على شخصيتك انتي، اذا حابه تكونين كلاسيك في التشارم او حابه تكونين فانكي، هالشي يرجع لاختياراتك. انا طبعا مثل ما شفتوا من قبل خذيت ميكس، خذيت اشياء كلاسيك، خذيت اشياء مينونه. الحين بتقولون لي من وين اشتري التشارم؟ اول شيء في براند اماراتي لفت نظري واوريدي كنت مشتغله معهم قبل، معطيني كود خصم اسمه مينيماليست. طلبت منهم اليد اللي فيها حنة ودهن العود، وان شاء الله بسوي لكم ريفيو. شيئين بنات ما يقصر، طول عمره ما يقصر شيئين، الله يجزاهم خير. عندهم وايد اشكال واسعارهم تجنن. اللي تبي شوي شيء مور لكجري الفي عندهم اشياء وايد حلوه. اكثر شيء شهره بالتشارم على شكل شنطه نفس ما تشوفون هنا، يعني شنطهم المشهوره سووها تشارمز. بنات حتى ميداليات المفاتيح تقدرون تستخدمونها كتشارم. هني البنات شوفوا شو مسوين في شنطهم الارميز، وحتى إرميز ترى من زمان مشهورين بنات في التشارمز، بس أنا حاول أحط لكم أكثر شيء يعني ترند. وهني حاطة كرواسون على شنطة الإلفي. خلصنا، سي يو باي.